السلام عليكم. يا هلا، كيف الحال؟ وانا وصلت للشركة الوطنية الزراعية وقابلت المهندس فيصل عنزي اللي حياخذني في جولة على المزارع والمصانع. نزلت محمد على الوطنية ورحت على شركة الجف الزراعية. السلام عليكم ورحمة الله أبو سعود. حياك الله. هلا ومرحبا. قابلت مدير التطوير الزراعي. رايحين نشوف كل خطوات الزيتون من زراعة وحصد وعصر وتخليل. رحنا في وسط مزرعة الجوف، شفنا هكتارات شجر زيتون. في المنطقة هنا عندنا اعتزاز في شجرة الزيتون والشقر. طبعا احنا الحين بالوطنية الزراعية، حلو، مشروع حوالي 30,000 هكتار. طبعا في انتاج نباتي، انتاج حيواني، انتاج صناعي. احنا جينا في وقت حصاد الزيتون، حيحصل هنا عصر ويعطوني زيت. عندي بالنسبة لي كأني طفل دخلت محل ألعاب. طبعاً الزيتون عندنا 3 مليون تجارة مزروعة الآن، ونبي نتوسع بالخطة الجاية نشيل 5 مليون. كم غرسة هنا فيه؟ عندنا في الشركة ما يربو عن 5 مليون شجرة زيتون.